السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشتركي، فعل زر الجرس ولايك لو عجبك الفيديو، ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهاردة بإذن الله نروح عند مامتي، وطبعا قبل ما نروح لازم ايه اروق الشقة عشان الشقة فعلا ايه تضرب تقلب يعني. ويلا بينا كده عشان نشوف ورانا ايه ونخلص اللي ورانا عشان ايه نلحق نروح عند مامتي. الأول هوريكم دلوقتي الساعة كام. اهو يا بنات، يعني طبعا الساعة 8 وتلت اهي. اهي 8 وتلت، عايزين بقى نخلص اللي ورانا بسرعة كده عشان نلحق اليوم من اوله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله جاي لكم فيديو هيعجبكم وهيشجعكم وحاجة كده ايه مختلفة، اول مرة اعمل معاكم على القناة. انا في اليوم ده كنت خارجة برا، كنت رايحه عند مامتي، جيت قلت ايه انا لازم اروق الشقه قبل ما اطلع يعني عشان الواحد كده يكون نفسيته حلوه كده، يعني ما تكونش شايله الهم وانت بره ده الشقه مش نظيفه او كده يعني عروفه. ما دام انت خارجه بره لازم شقتك تكون نظيفه، حتى لو هتلف على البيت بسرعه تلمي حاجه واقعه اي حاجه كده، مش اللي احنا بقى ننضفه تنظيفات عميقه وكده. وانا كمان متعوده من ساعه ما كنت في بيت بابا وكده قبل ما اتجوز، كنت متعودة مثلا لو انا خارجة مشوار لازم اروق البيت انا وماما كده، اللي هو يعني ماما معودان على كده يعني، اللي انا مستحيل اخرج كده والبيت مش نظيف. حتى مثلا لو رايحة عند حماتي او رايحة خطوتين انا مش ضامنة نفسي، مش ضامنة مثلا لو انا طالعة مين اللي هيجي معايا مثلا، او مش ضامنة نفسي انا يعني لا قدر الله ممكن حاجة تحصل لي او الكلام ده كله. الواحد برضك ايه لازم تفضل شقته نظيفة كده يعني. انا تعال نخش على الفيديو ونشوف انا بعمل ايه. هنا كنت جبت المشاية بتاعة توتي وجيت قلت هنضفها وعقمها وكده عشان انت عارفة ان حاجة الأطفال لازم تفضل نظيفة يعني على قد ما نقدر، يعني بنحاول ان احنا نتجنبه اللي قدر الله يحصل لهم حاجة او يتعبهم او الكلام ده كله. والأطفال واصلا توتي اللي بندرت على طول ايه ايدها بقها، اللي هو على قد ما بقدر اللي هو مثلا بغسل لها ايديها والحاجات اللي بتلعب بيها بعقمها لها كده يعني عشان ايه ما تتعبش مني لا قدر الله. جيت هنا جبت فوطه وجيت قلت همسح لها العربيه بتاعتها كده، كنت قعدت على شويه ديتول. وبعدها لما شطفتها جيت روحت شطفت الفوطه ومسحتها ايه تاني كده عشان الديتول وكده. وجيت الاوضه كانت زي ما انت شفتوا كده كانت نظيفه، جيت كانت فيها الدفاية حطها كده عشان لو مثلا لو قعدنا قدام التلفزيون او لو قاعدين هنا الجو ساقع وبرد مستغطى بيها يعني واحنا قاعدين. جيت لميتها كده وجيت ايه هي اصلا ما كانتش مكركبة قوي يعني، وكان في بتاعت كيكه برده كنا واكلين منها جيت شلتها يعني. حتى انا ما قدرتش بالليل كده، الواحد بيكون بقى ايه اللي هو خلاص مش عايز بقى يعمل اي حاجه في البيت، اللي هو يعني انا بصحى بدري، يعني بصحى مثلا الساعه 5 او الساعه 6 الصبح، بحس بقى من ساعه ما الوقت ده اللي انا بفضل شغاله مثلا لحد المغرب بحس اللي هو وقت طويل عليا. الواحد بقى بيكون هلكان اخر النهار كده، لا كل حاجه بتعمل بكره فاهمني. وساعات بقى مثلا لو كده ساعات ايديا بتفضل في الشقه، حتى مثلا لو احنا كلنا في حاجه او الكلام ده كله بشيلها على طول، ساعات بغسلها. جيت هنا كنست بالمقشة، كانت المكنسة بتاعتي برضك كسلت فعلا ان انا اجيبها يعني. جيت هنا لقيت الترابيزة بتاعتي مش نظيفة، جيت جبت فوطة وقلت همسحها ولمحها كده على الماشي. جيت هنا كنت نظفت الأوضة يعني والله وخدت مني وقت، برغم ان هي ما كانتش نظيفه وكده بس ما خدتش مني وقت، وفي الاخر ايه نظفتها ولاني سايبه كده يعتبر شقه نظيفه. اللي انا اكون كده ايه مثلا لما اجي عند امي اكون رايقه كده، اللي انا موري الشغل ما اكونش شايله الهم وانا هناك الشقه مش نظيفه وكده. جيت هنا كنت نظفت الاوضه وعطرتها ويا سلام بقى الواحد لما يطفي النور كده. القران الكريم قران يتلى آناء الليل واطراف النهار. ندخل على بقيه الشقه. غرفه النوم يعتبر روقتها لما صحيت، ايوه زي ما انتوا شايفين كده اهي نظيفة اهي. تعالوا ندخل على غرفة الأطفال.
بس ما تتصدموش يعني. اي في تاع الهدوم هو عايز يتطبق حاجه تانية يعني، بس اهم حاجه الهدوم دي تتطبق. اهو يا بنات نظفت غرفه الاطفال، طبقت الهدوم زي ما انتم شايفين اهوت، طبقت نظيفه اهيت. تعال بقى ندخل ايه عن المطبخ، وما ادراك ما المطبخ. اهو ده منظر المطبخ ده. والله امبارح كنت مبيت المطبخ يعتبر نظيف، ما كانش فيها الشبشق ده، بس كنت عامله فيه كيكه. ويلا بقى ندخل على المطبخ ونشوف كده هنعمل فيه ايه. يعتبر المطبخ اصلا ما كانش فيه مواعين كتيره، بس ايه الرخامه كانت عليها حاجتين كده، تحس بقى المطبخ كان مكركب، وكان صينيه الفطار محطوطه، بس امال المواعين كتير ما كانش فيها يعني. جيت هنا كنت غسل المواعين امبارح، وكنت بقى عملتهم مكانهم وكده، جيت ايه رتحت كل حاجة مكانها زي ما شفتوا كده، وهنا بقى ايه لميت المواعين كلها كده، وقلت ايه انا لازم اغسلها عشان تكون كل حاجة نظيفة يعني. كله بقى ايه انتوا تعودوا نفسكم مثلا بدل ما تخرجوا من برا لازم تكون شقتكم نظيفة يعني. انا في موقف حصل لي لما كنت حامل، كنت في اليوم ده رحت عند حماتي، وكان عادي يعني كنت منظفة شقتي عشان ايه، والحمل بالذات اللي انا كنت في الاخر بقى مش ضامنه نفسي، مش ضامنه مثلا ايه اللي هيحصل او الكلام ده كله. جيت تعبت هناك، جيت طبعا ايه روحت وهم كانوا معايا، كانت الشقه ايه كانت نظيفه، الواحد كان مستريح فرحان كده لشقته نظيفه. من ساعتها بقى الموقف ده مثلا بيعلمني ان انا حتى لو مكسره في يوم، لا ما ينفعش، انا مش ضامنه نفسي، انا مش ضامنه ايه اللي هيحصل لي. وحتى لما نكون قاعدة عند ماما هناك نكون رايقة يعني، واحد بقى بيروح يغير جو ما يروحش بقى يفكر ده انا ورايا كذا ما وريش كذا يعني. مثلا حتى انا هرجع مثلا اخر النهار هروق امتى، مش هكون في وقت اروق، تاني يوم الشغل هيتراكم عليا ومش هعرف اعمل ايه ولا ايه، تفهمين كلامي. بس كده جيت هنا بقى غسلت المواعين زي ما انت شايفين كده، انا اصلا مش عارفه المواعين دي كلها جت منين يعني. الشبشه ده كنت عامله في اليوم اللي قبليه كيكه بالليل، وكنت عامله في صوص الكيكه، بس الصينيه دي تقريبا كان فيها محشي، وكان فيها صابعين كده، جيت طلعتهم من التلاجه حطيتهم في طبق صغير يعني، وجيت طلعتهم من التلاجه قلت ملهاش لازمه تتحط في التلاجه. بس والفيديو ده اصلا المفروض كان ينزل المره اللي فاتت، الفيديو اللي بدل الفيديو اللي فات يعني، عشان لو انتوا خدتوا بالكم من اوضه الاطفال. لو انت وصلت لحد هنا من الفيديو اوعي تنسوا الاشتراك، لو انت لسه ما اشتركتيش او اللايك بتاع الفيديو. انت المفروض اصلا لما تتفرجوا على الفيديو تحطوا اللايك كده، المفروض يعني، عشان في ناس كتير بتتفرج ولا بتحط لايك ولا بتشترك ولا اي حاجه. بس ان شاء الله يعني ربنا هيكرمني. انتوا عارفين بقى عشان الفيديو ده كنت مصوره وانا لابسه بقى النقاب وكده، توتي كانت مفكراني ان انا خارجه يعني، بدل لابسه النقاب خلاص انا طالعه، ما كانتش سايباني. عشان كده كنت انا كل حته انا مصور كنت واخداها معايا، اللي هو انت رايحه فين وسايباني. انا اعتبر اني بادئه من الشغل الساعه 8 وتلت زي ما شفت في اول الفيديو كده، انا رايحه عند مامتي تقريبا الساعه 10 ونص او 12، بالرغم ان الشغل اصلا مش حاجه يعني. حتى لو الشقه مكركبه انت عارف، انت عارفين لو انت رفيت على الشقه بس كده يعني ربع ساعه نص ساعه هتروقوها، مثلا لو في مواعين في الحوض طبقين، لو مثلا مكان ما كنت نايمين، بس مش بقى مش تغسله وتكنسه والكلام ده كله. جيت هنا كنت خلصت المواعين، جيت بقى ندخل على فقرة اللبس. جيت هنا بقى كنت هلبس الجيبة ديت والشميز ده والهيكل الأبيض ده. بصوا بقى الحركة دي. جيت هنا بقى كنت لبست بنتي توتي، وجيت كنت لبست بقى، تعرفين بقى تلبس الاطفال بياخد وقت قد ايه، تلبسي منها تلاقي الحاجات اتقلعت من هنا. جيت انا كنت لبست الطقم ده، ولبست عليه الشوزه ديت والشنطه برضه يعني، كان ايه معظم اللبس كله بيش كده. قولوا لي بقى رايكم في الطقم ده، بس انا بقى كنت في الطريق يعني، انا بركب توك توك من قدام الباب على طول بينزل عند مامتي على طول قدام الباب، اللي هو
واحد يعتبر اصلا ما بيمشيش. وبكده يكون الفيديو انتهى، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.